إسرائيل دولة تتلقى الإرهاب من يوم إلى آخر عن طريق الفلسطينيون، عن طريق اللبنانيون والدول العربية المجاورة. الإرهاب يزداد من يوم إلى آخر في المناطق الفلسطينية. إسرائيل تتأهب وتتحضر. قوات الشباك الإسرائيلية وجيش والأمن الإسرائيلي يتطرقون إلى الإرهاب الفلسطيني بشكل جدي وذو أهمية كبيرة ومن حربته من يوم إلى آخر. أما الفلسطينيون وجدار الفاصل الذي يتواجد ما بين دولتين فلسطين وإسرائيل جاء من أجل منع الإرهاب الفلسطيني. هذا الحياة وهذا اليوم نراه من يوم إلى آخر على الحواجز الإسرائيلية وعلى المعابر. من شأن الجدار الفاصل أن يمنع الإرهاب. أيضا الفلسطينيون يتقلدون بحزب الله وحسن نصر الله الذي أعطى القناة الحربية والطريقة الحربية إلى حماس وإلى المناطق الفلسطينية. حزب الله هو قدوة حماس، نصر الله هو قدوة حماس، لكن على ما يبدو خالد مشعل، حسن نصر الله، إسماعيل هنية، محمود الزهار هم الإرهاب الفلسطيني العربي الكامل الذي يتطرق إلى إسرائيل ليس فقط كدولة التي يجب تدميرها، إنما كدولة التي لا يجب أن تكون في الشرق الأوسط. المسلحون الفلسطينيون يتطرقون من يوم إلى آخر إلى جدار الفلسطيني. محور فيلادلفيا هو المحور الذي يسرق منه الفلسطينيون الإرهاب من مصر إلى فلسطين. الأسلحة تنتقل عبر الأنفاق، أنفاق حزب الله، أنفاق التي جاءت من الحرب اللبنانية إلى المناطق الفلسطينية. الحواجز والإرهاب الفلسطيني شيء مهم بالنسبة للإسرائيليون، لكن محاربة الإرهاب على ما يبدو سوف تستمر. الحواجز والمعابر في إسرائيل مهمة جدا بالنسبة لدخول المخربين. عمليات كثيرة عن طريق هذه الحواجز تدخل إلى تل أبيب وإلى مناطق أخرى. المحاولات الشباك الإسرائيلية والأمن هو وقف هذا الإرهاب، وقف الإرهاب الفلسطيني بتاتا. كذلك يجب الذكر من أجل وصول إلى سلام في الشرق الأوسط، هذا الإرهاب الفلسطيني والقسام الذي يسقط من يوم إلى آخر يجب إنهاؤه. إذا نجحت إسرائيل بذلك فعلى ما يبدو السلام إلى الشرق الأوسط سوف يعود بقيادة الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية.